لماذا علينا توجيه أنظارنا نحو إفريقيا؟ إفريقيا القارة السمراء، قد يسميها البعض القارة الغامضة أو المجهولة، كما أن هناك من يدعي أن أصل الإنسان من إفريقيا. تتميز إفريقيا لتنوعها الكبير في كل شيء من الثقافات والأعراق والأديان، بالإضافة إلى الجهل والمرض والفقر. سنستعرض في هذا المقال بعض آراء الاقتصاديين الذين يروجون لفكرة إفريقيا الأسد الاقتصادي القادم وفرص الاستثمار في القارة السمراء. لماذا يجب علينا توجيه اهتماماتنا إلى إفريقيا؟ الجميع يترقب السوق التي ستكون الصين الجديدة، السوق الكبيرة الصاعدة المقبلة قبل أن تنطلق فعليا. وفي نهاية المطاف حصل المستثمرون الأوائل في الاقتصاد التنين الآسيوي على مكافآتهم المجزية نتيجة مغامرتهم في الاستثمار فيها، كما أن الدولة نمت وتطورت بسرعة فائقة على مدى العقود القليلة الماضية. لمعرفة الأسواق الناشئة الكبيرة التالية، قد لا يرغب المستثمرون في توجيه أموالهم بشكل واسع النطاق نحو الأسواق الناشئة، وهم يرغبون بدلا من ذلك الانتظار والمراقبة من بعيد. ونحن نتحدث في هذه الحالة عن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والتي توفر للمستثمرين أرباحا غير مقيدة وإمكانية لتحقيق مكاسب ضخمة. إفريقيا التي من الممكن أن تكون عندها حدود الاستثمار الجديدة، إمكانات نمو ضخمة. من الناحية التاريخية، كان ينظر إلى إفريقيا على أنها بيئة بدائية للمستثمرين، لكن القارة السمراء اليوم تعج بفرص الاستثمار، وقد تم استبدال العنف والصراعات السياسية بالنمو الاقتصادي في أكثر من مكان في القارة. كما تتميز إفريقيا بالكثير من السمات التي تضعها على قدم المساواة مع العديد من الأسواق الناشئة الطبيعية الأخرى مثل الصين والهند. تنعم إفريقيا بموارد طبيعية وفيرة، بالإضافة إلى أنها قارة ضخمة تبلغ مساحتها ما يعادل مساحة كل من أوروبا والولايات المتحدة والهند والصين والأرجنتين مجتمعة، وهذا يعني وجود الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة، فضلاً عن احتياطات المعادن الضخمة التي لم تستغل بعد، حيث تملك إفريقيا نحو 40% من إجمالي احتياطات الذهب في العالم و 30% من خامات المعادن. بالإضافة إلى ذلك، تتميز القارة بامتلاكها لكميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي التي تمتثل مجرد بداية يمكن الاستفادة منها في أماكن مثل موزمبيق ونيجيريا. وقد بدأت كل هذه الثورة الهائلة من الموارد الطبيعية أخيرا في التدفق إلى سكان القارة بشكل جيد. عدد السكان الكبير. وفي إطار الحديث عن السكان، تتشاطر إفريقيا أشياء مشتركة مع غيرها من الأسواق الناشئة، وهي عدد السكان الكبير، حيث تشكل القارة موطناً لأكثر من 1.1 مليار من الناس، وهذا عدد هائل للغاية. وبالنظر إلى غالبية السكان نجدهم من الشباب، فحوالي 40% من سكان إفريقيا هم أصغر سناً من 17، وهذه القوى العاملة التي تنافس آسيا في الحجم قادرة على تشغيلها لعقود لاحقة وتقود موجة جديدة من النزعة الاستهلاكية. ونظراً لأوجه التشابه مع الأسواق الناشئة الأخرى، فمن السهل التطلع لأن تمثل إفريقيا مستقبل مكاسب استثمارية هامة. فبحسب البحث الذي أجري مؤخراً من قبل صندوق النقد الدولي، تبين أن 7 من الاقتصاديات 10 الأسرع نمواً في العالم تقع في قارة إفريقيا، وهناك ما هو أكثر ممكن أن نجده في مناطق جنوب الصحراء الإفريقية، حيث يتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي 5% هذا العام، وهو أسرع بكثير من متوسط النمو في البلدان النامية. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ انخفاض مستويات الديون وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن الفرص في إفريقيا
ما تزال تبدو أفضل بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل. الرهان على إمكانات النمو في إفريقيا. نظراً لإمكانات إفريقيا المرتفعة، يرغب بعض المستثمرين في الرهان على النمو في القارة مستقبلاً. بعض الشركات الإفريقية مثل مجموعة الاتصالات المحدودة MTN، شركة الطاقة التجارية المحدودة SSL، تتداولان الأسهم في البورصات الأمريكية، ومع ذلك فالأغلبية تتجنب هذا. ونظراً لتنوع الأمم الإفريقية واحتمالات الفرص والمخاطر، فإن اتباع استراتيجية واسعة النطاق في الاستثمار يمكن أن يكون أفضل. فأحد الأمثل على هذه الاستراتيجيات واسعة النطاق هي صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة ETF. المترجم، يمكنك التعرف على آلية عمل هذه الصناديق في رابط مرفق مع المقال. ومثال ذلك الصندوق الخاص بسوق ناقلات إفريقيا AFK، الذي يبلغ حجمه 126 مليون دولار، حيث يتتبع AFK مؤشرات 113 من الشركات المختلفة التي تتخذ من إفريقيا مقرا رئيسيا لها أو تأتي غالبية إيراداتها من إفريقيا، وتشمل عددا من الدول مثل جنوب إفريقيا وكينيا وتنزانيا ونيجيريا. وتنتشر ETF صناديق المؤشر المتداولة من القطاع المالي والسلع الأساسية، حيث يشكل هذان القطاعان 75% من حجم أصول هذه الصناديق. لن تتضرر عائدات AFK مباشرة حتى الآن، كما أنها تمكنت من توليد عائد سنوي يصل تقريبا إلى 7% على مدى السنوات الخمس الماضية، وكانت الخسارة الوحيدة التي لحقت بها هي ارتفاع المصروفات بنسبة 81%. ومع ذلك يتميز AFK أنه يضم مجموعة أوسع من الأصول الإفريقية مقارنة مع الصناديق المنافسة الأخرى مثل SBDR، S&P، American Middle East and Africa، GAF. أما بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن زيادة لعائداتهم، فهناك عدة دول إفريقية تمثلها صناديق مؤشرات متداولة ETF يبلغ أكبرها 590 مليون دولار، وهو iShares مورجان ستانلي جنوب إفريقيا المعروف باختصار EZA، حيث يسمح EZA للمستثمر في إفريقيا بالمراهنة عن طريق تتبع مؤشرات 51 شركة من شركات جنوب إفريقيا المختلفة. والجميل في شرائه هو أن غالبية هذه الأسهم هي الرائدة في جميع أنحاء إفريقيا كلها، ويشمل ذلك الشركات العملاقة مثل شركة الإعلام ناسبريس المحدودة وشركة استخراج الذهب أنجلو جولد أشانتي المحدودة، مما يمنح EZA مجالاً واسعاً للحركة. يمكن للمستثمرين الأكثر مغامرة استخدام مؤشر ETF الخاص بسوق ناقلات مصر والمؤشر NGA للرهان على مفاجآت إفريقيا الكبيرة القادمة. وتشير أبحاث شركة ماكنزي إنكو إلى أن الاقتصاد النيجيري يمكن أن ينمو بنسبة 7.1% كلا الصندوقين متقلبين، ولكن يمكن أن يحققوا أرباحا ضخمة على المدى الطويل. وحين تضيق سبل الاستثمار الحالية في إفريقيا، هناك الكثير من الأموال الجديدة وصناديق المؤشرات المتداولة والمتوافرة من خلال مجموعة متنوعة من الشركات المصدرة التي تغطي مجموعة متنوعة من النواحي في إفريقيا. وقريبا سيكون المستثمرون قادرين على التركيز أكثر على اكتشاف إفريقيا. خلاصة القول، بالنسبة للمستثمرين سيكون الشيء الكبير المقابل في العالم الناشئ هو الأسد الاقتصادي الإفريقي، حيث تتميز بالعديد من الصفات عن غيرها من النجوم النامية. ولدى إفريقيا القدرة على أن تكون الرابح الأكبر على المدى الطويل، وينبغي على المستثمرين من خلال جداول زمنية بعيدة المدى إضافة اكتشاف القارة لمحافظهم الاستثمارية.